الحقيقة يا جماعة في سؤال مهم جدا بيطرح نفسه، وهو لماذا يحارب رشيد النصراني الحجاب؟ لماذا يستميت رشيد حمامي وقناته النصرانية لهذه الدرجة لتخلع الفتاة أو المرأة المسلمة حجابها؟ أنت رشيد في هذه الحلقة طالع تهاجم الحجاب، فأنا لازم الأول أفكرك بحاجة، هو أنت رشيد مش المفروض أنك مسيحي وبتقدم نفسك على كده؟ تفكر نفسك ملحد ولا إيه؟ رشيد أنت مسيحي، اصحى يا ابني وفوق، أنت مسيحي، والله شكلك ناسي. طب والله شكلك ناسي، حتى في مقدمة برنامجك انت مصور نفسك وانت داخل الكنيسة، صح؟ ايه كنت بتعمل ايه في الكنيسة؟ داخل تتمشى مثلا؟ يعني المفروض انك داخل الكنيسة لانك مسيحي زي ما بتقول. طيب لماذا تحارب الحجاب والديانة التي يفترض انك تؤمن بها تنادي بحجاب النساء؟ ده خطأ بشري، خطأ منطقي، خطأ من كل النواحي. أولاً فاكرين سفر دانيال اللي ذكرناه في حلقة سؤال بألف دولار لرشيد حمامي؟ وطبعاً رشيد لم يرد على هذه الحلقة أو غيرها إلى الآن. المهم فاكرين قصة سوسنة في الإصحاح رقم 13؟ شوف العدد 31 بيقول إن المرأة الصالحة سوسنة كانت مبرقعة، يعني كانت تغطي وجهها، ولذلك أراد رشيد حمامي أن يكشف وجهها. رشيد حمامي أيام ما كان طالع بالمنظر القديم، لأن النوعية دي من الناس موجودة في كل زمان ومكان. رشيد حمامي في الزمن القديم جه هو واحد تاني على نفس العينة بتاعته، وأراد هذان الفاجران أن يكشفا وجه سوسنة. طيب لماذا أراد هذان الشيخان من بني إسرائيل أن يكشفا وجهها؟ النص بيقول ليشبع من جمالها. يا أخي ما أشبه هذين اليهوديين الفاجرين برشيد حمامي ومن على شاكلته. ممكن واحد يطلع يقول لك بس سوسنة كانت مبرقعة بتصرف شخصي منها وليس بحسب أوامر الرب في الكتاب المقدس. هقول لك كده انت وقعت في الغلط، لأن أول الإصحاح بيقول إنها كانت مبرقعة حسب شريعة موسى. اقرأ معايا النص. قال وكان في بابل رجل اسمه يوياقيم، وكان متزوجا امرأة اسمها سوسنة ابنة حلقية، وكانت سوسنة جميلة جدا ومتقية للرب، وكان أبواها صديقين فأدب ابنتهما على حسب شريعة موسى. أبوها وأمها ربياها على شريعة موسى، يعني سوسنة كانت تغطي وجهها لأن شريعة موسى كانت تقضي بتغطية وجه المرأة. ده مش بس حجاب للشعر، لا دي شريعة موسى كانت تأمر بتغطية المرأة وجهها، فعشان كده رشيد حمامي عايز يكشف وجهها. أمام حضراتكم قاموس الكتاب المقدس يقول برقع والجمع براقع، وهو غطاء للوجه كانت تلبسه نساء أورشليم في أيام إشعية، ولا زالت تلبسه بعض النساء إلى يومنا هذا. بولس الذي يؤمن النصارى أنه رسول المسيح مع أنه لم يرى المسيح في حياته أبدا يقول إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها، وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغطى. عارفين تلاميذ المسيح؟ في كتاب اسمه الدسقولية اللي هو تعاليم الرسل، وجاء في مقدمة هذا الكتاب يقول القمص مرقس داود ذلك الكتاب الذي اتخذ من القديم دستورا للكنيسة الأرثوذكسية، وبيقول ان كتاب الدسقولية هو الكتاب الثاني للكنيسة بعد الكتاب المقدس. وبابا النصارى شنودة يقول ان الدسقولية هي تعاليم رسل المسيح الاثني عشر. تمام؟ شوف بقى في صفحة 27 ماذا يقولون. بيقولوا لنساء النصارى لا تتشبهن بهؤلاء النساء أيتها المسيحيات، إذا أردتن أن تكن مؤمنات اهتمي بزوجك لترضيه وحده، وإذا مشيت في الطريق فغطي رأسك بردائك، فإنك إذا تغطيت بعفة تصانين عن نظرة رشيد، قصدي تصانين عن نظرة الأشرار. ويقول أيضا رسل المسيح للمرأة المسيحية يكون مشيك ووجهك ينظر إلى أسفل، وأنت مطرقة مغطاة من كل ناحية. أختاه حجابك عفافك. ومش بس كده، شوف النص بيقول إيه، لا تستحم امرأة مؤمنة مع ذكور، وإذا غطت وجهها فلتغطيه بفزع من نظر رجال غرباء. حجابي عفتي. ويقول القمص أنطونيوس فكري ونلاحظ أنه كانت هناك عادة في المجتمعات الأممية أن المرأة المنحلة تترك شعرها دون غطاء، ومن هنا جاء المثل الشرقي عن المرأة المنحرفة إنها دايرة على حل شعرها. وجاء في كتاب قوانين هيبوليتوس يقول والعذارى إذا أتى وقت شبابهن
يعني وقت الحيض يعني بلغت، فليغطين رؤوسهن مثل النساء الكبار ببلانينهن وليس بثوب خفيف. رشيد أيها البائس، إما أن تلبس الحجاب وإما أن تعترف أنك ملحد وأنك تتخذ الديانة المسيحية ستارا للتكسب والارتزاق. خلاص، لدرجة أن القساوسة اليوم يغارون من ثياب النساء المسلمات، ويتمنى القساوسة أن يروا نساءهم مثل نساء المسلمين. أنا بقول لبناتنا المسيحيات، بقول لكم يا ريتكم تتعلموا من المحجبات الحشمة بتاعتهم. معلش يمكن هم يزعلوا مني المسيحيات ما انا بقول كده، لكن بقول لهم طب شوفوا العذراء مريم لبسها ايه، ما هي لبسها زي المحجبات بالظبط، ايه الفرق؟ عندنا الرهبات بيلبسوا كده برضه. في واحد يعني بيتكلم على الحشمه، ان اولادنا وبناتنا زي الفل يعني، الا في الاكاليل. وما ادراك ما الاكاليل؟ غلب الدنيا كلها يعني. لا مؤاخذة بس يا رب ما حدش يزعل مني، اقول ايه بس اقول يعني لا مؤاخذة، حضرة العريس يعني مبسوط ان عروسه تبقى لابسة كده؟ انا مش فاهم يعني. قليل اقول ايه بس ما احنا الحمد لله مجرد ما نشوفها من اول الطريق جايه اللبس مش تمام، ابونا الحرمله بتاعتها بسرعه بسرعه يروح مغطيها على طول. ارجوكم الاحتشام في الاكاليل، مش بس في الحياه العامه وفي الكنيسه. بصراحه اقول ايه بس يعني أقول أخجلتمونا أمام الضيوف. بيبقى فيه إخوة مسلمين موجودين وأخوات طبعا بيلتزموا بلبسهم والمحتشم جدا، وإحنا أرجوك عشان خاطر ربنا الحشمة مطلوبة. لكن إذا كان الكتاب بيتكلم عن أنه اللبس المعسر لبس الزانيات، في كلام أصعب من كده بيقوله الإنجيل. اللبس الخليع ده، دي كانت لغة الستات الوحشين. النهاردة عشان العالم يمشي في الكلام ده نقوم نمشي وراء، وبعدين جايين نصلي فين الصلاة؟ إزاي واحدة لابسة وحش وجاية تصلي؟ تصلي عن إيه؟ وإيه في صلاتها هيتقبل قدام ربنا إذا كانت تسببت في هلاك إنسان وهي داخلة الكنيسة بسبب منظر؟ وما أسوأ منظر صليب متعلق على جسد يهين جسد المسيح ده، كأنها بتصلب المسيح مرة تانية.